السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. اليوم هنبدأ شرح منهج Grade 2 Bridge to Success. كنا شرحنا قبل كده الـ UAE Phonics، اليوم هنشرح Bridge to Success Lesson 1 and 2. شكرا لمس فريزة إبراهيم عشان بنستعين بمذكرتها. النهاردة ناخد Lesson 1 Think About It، هكون page number 10 في learning book و page number 6 في activity book، وهناخد عن lesson 2 new words page number 11 learning book و page number 7 activity book. الدرس الاول unit 1 welcome school، مرحبا بك في المدرسة. طيب في مقطع صوتي، what do we do at school؟ ماذا نفعل في المدرسة؟ خلينا نسمع المقطع الصوتي. Hello school. أهلا مدرسة. Tables and chairs. الطاولات والكراسي. A list of rules. قائمة من القوانين والقواعد. Books and crayons. الكتب والأقلام الملونة. Hello school. أهلا بالمدرسة. طيب هنا عندنا في الصورة، طبعا دي صورة الصف. Welcome to class 1. وطبعا في صورة المعلمة teacher، وهنا في parent اللي هي عبارة عن أم وطفل داخل الصف. طيب هنشوف مع بعض. What's in the classroom? Find some more things. هنا في أشياء داخل الكلاس. A blue pencil. عندي هنا blue pencil. Green ruler. Green ruler. Red lunch box. تمام. نخلي الأطفال كمان يستخرجوا مجموعة أكثر من الأشياء الموجودة. عندي هنا ميني بوكس، ريد بوك، جرين بوك. عندي هنا لاين، أبوك وذ لاين، لاين بيكتشر. عندي هنا وايت بورد. عندي سام رولرز، بلو رولر، يلو رولر، أند جرين رولر. عندي هنا يلو نوت بوك، وفي لابتوب، two laptops. And we have four yellow chairs and عندي هنا two tables. المفروض انهم اكثر من two، ولكن ممكن نعتبرهم two منهم مع بعض. عندي هنا a clock. تمام. طيب دي مجموعة من الاشياء اللي موجودة. listen to the children talking. how old are they؟ كم عمرهم؟ practice with your partner، ومارس مع او تحدث مع صديق. نشوف مع بعض. عندي هنا في الكتاب activity book lesson 1 think about it، read and complete، اقرا واكمل. complete the conversation. conversation يعني المحادثه. what's your name؟ my name is او my names، ونكتب الاسم مثلا احمد. how old are you؟ اللي جابها يكون i am 7 years old. طبعا بنطبقها على الصف ان كان الاسم احمد، محمد، علي وهكذا. I am 7 years old، ده العمر. What's your name؟ my name is مريم. how old are you؟ I am 7 years old. طبعا 7 years old بما انهم في صف تاني او grade 2. a table. listen to a clock. a table. A whiteboard. An ABC chart. Chairs. Computers. A table طبعا يعني طاولة. A clock يعني ساعة الحائط. A whiteboard السبورة البيضاء. An ABC chart يعني زي لوحة مكتوب عليها الحروف ABC. Chairs. Chairs يعني كراسي. وcomputers يعني كمبيوتر. table طاولة. clock يعني ساعة الحائط. chart يعني زي لوحة كده بيكون موجود عليها الحروف. هنشوف مع بعض الجمع، جمع الكلمة plural. عندي لو كرسي واحد بيكون اسمه chair، لو أكثر من كرسي بنقول عليه chairs.
Chair, chairs. Chair, chairs. Computer. Computer. طيب احنا قلنا plural words for most words just add s. في معظم الكلمات بنضع s بعد الكلمة. يعني عندي هنا مثلا one bug ولو اكثر من واحد بنقول two bugs. اضفنا حرف الاس الى الكلمة. Add s most of the time just add s. في معظم الكلمات بنضيف بس s. عندي pencil pencils. ليه بنقول في معظم الكلمات؟ لان في كلمات الجمع بتاعها بيكون شاز. يعني ايه شاز؟ يعني لا نضع اس ولكن بنتغير في شكل الكلمة. طيب عندي هنا car cars حطينا اس. girl girls كمان حطينا اس. plurals الجمع. عندي هنا chair اصبح chairs حطينا كمان s. computer computers. طيب cat cats. rabbit rabbits. dog dogs. bird birds. طيب tiger tigers. elephant المفروض elephants طبعا هنا مكتوبة بالخطأ. lion lions. cow طبعا هنا صلحت cow cows. يبقى tiger tigers. elephant elephants. lion lions. cow cows. listen to count and write. Write the numbers. Add an S at the end of the word to show more than one. لو أنا عندي هنا one ruler هنا a ruler طبعا لما بنحط a أو an قبل الكلمة الحرف حرف a هنا أو a بيكون معناه واحد. يعني لو قلت a ruler بيكون معناه مسطرة واحدة. طيب في حالة هنا عندي اتنين two rulers بحط كلمة رولر بدون أ لأن أ احنا اتفقنا ان هي بتكون قبل المفرد او قبل واحد بمعنى واحد. فبنحط نمبر 2 مكان أ يبقى 2 rulers. أ pencil هنكون عندنا كام pencil؟ عندي 4 pencils. عندي هنا أ book في الجانب الاخر 3 books. عندي أ girl هنشيل أ ونحط 4 girls. Class room treasure hunt. Listen to Rashid. سمع إلى راشد. He is doing a class room treasure hunt. Which thing does he forget to say? شو الأشياء اللي هو نسى أن يقولها؟ In my classroom, there are tables في صفي and في chairs. Tables, there are lots of books. And two computers. The computers. There's also a whiteboard. Whiteboard. What do you have in your class? ماذا لديك في صفك؟ هو طبعا قال الأشياء كلها ما عدا الكلوك. For only one thing, you use a or an. طيب إمتى نستخدم a وإمتى نستخدم an؟ نضع a قبل أي كلمة. خلينا الأول نقول نضع an قبل الكلمات التي تبدأ بفاول. هما الفاولز هما خمس حروف A, E, I, O, U. لو أي كلمة بدأت بأي حرف من الحروف دي هقولها تاني A, E, I, O, U بنضع an زي مثلا an ant, an apple, an egg. أما A بنستخدمها مع باقي الحروف ال 21 حرف بنضع قبل الكلمة A إذا كانت مفردة. For two or more things you add S. لو أنا عندي حاجتين شيئين أو أكثر بنضع S مثلا two tables.
طبعا هو قال tables قال chairs قال books computers وقال whiteboard ونسي يقول a clock. whiteboard يعني سبورة بيضاء, clock يعني ساعة الحائط, chairs الكراسي, tables الطاولات, books الكتب, وcomputers الحاسب الآلي. طيب عندي هنا صفحة activity, تمام نشوفها مع بعض. هنا a blue chair, color the chair. طبعا كلمة blue يعني أزرق, هنلون الصفحة باللون sorry الشير باللون الأزرق, تمام. What's in your classroom? Trace the word circle yes or no. وهنضع دائرة, إذا كان عندك blue chair هنحط yes, ما في نحط no. A green pencil, طبعا هنلون القلم باللون green ونشوف الصف في green pencil ولا لا, ونحط دائرة على الإجابة. A red book, طبعا هنلون باللون الأحمر. A ruler, طبعا الرولر هنا مش محدد لي اللون, مطلوب مني اشوف اذا كان في الصف رولر او لا, فطبعا هيكون اكيد موجود, انا اختار يس. A clock, هنشوف في الصف فيه ولا لا وهنحط يس او نو, اكيد كل صف فيه clock هنحط يس. A computer, هنشوف موجود او لا ونحط يس او نو. بكده نكون وصلنا لنهاية الشرح بتاعنا. شكرا جزيلا لسماعكم. كان معكم مستر إيهاب عادل.